السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب. فيديو النهاردة فيديو مهم جدا، وهنتكلم فيه بإذن الله عن تفسير الدود أو الديدان في المنام. ساعات يا جماعة بنشوف الديدان في المنام، ساعات بحلم ان انا بيخرج من جسدي دود، او ساعات بحلم ان انا بيخرج من انفي دود، او ساعات بحلم ان انا في دود بيمشي على جسمي وبزيله. وطبعا منام الدود ده يا جماعه بيخلينا نحتار وبيخلينا نفكر وعايزين نعرف ايه هو التفسير، والدود حلو ولا وحش او كده. فالنهارده ان شاء الله انا هقول لك على ثلاث امور هيحصل لك واحده منهم لو انت شفت الدود في المنام. فهبدا على طول في ذكر التفسير وذكر الامور وايه هي بالظبط. بس قبل ما ابدا في ذكر التفاصيل، يا ريت لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قريب في القناه تضغط على زر اللايك وتكتب لي تعليق كده حلو بالتوفيق. وعشان ما اطولش عليكم يا احبابي هبدا على طول في ذكر التفسير. اول امر هيحصل معاك باذن الله لو رايت الدود في المنام هو الشفاء، اي الشفاء من العله او الشفاء من المرض او الخروج من المشكله. في شفاء هيحصل لك لو انت شفت الحاجات اللي اقولها لك. فلو انت حلمت بخروج الدود من انفك او من اذنك، يعني لو انت حلمت ان الدود بيخرج من انفك او بيخرج من اذنك، فاعلم باذن الله انك ستشفى اما من مرض او ستخرج من مشكله صعبه. وبرضه لو شفت كميه دود او في دود كان ماشي عليك وقدرت ان انت تقتله، هذا المنام ايضا بيدل على الشفاء او الخروج من الازمات والمشاكل. ولو شفت برضو ان في دود بيمشي على جسمك او بيمشي على يدك وعرفت ان انت تشيله، ما بتخلصش منه ولكن شلته بس كده، مدام شلت الدود من جسدك او شلته من يدك وهو بيمشي عليها، ايضا المنام ده بيدل على الشفاء والخروج من المشكلة. يبقى اذا اول حاجة هتحصل معاك لو انت شفت الحاجات اللي قلتها لك دي في منام الدود هو الشفاء او الخروج من الازمة. اما تاني حاجة هتحصل معاك لو انت حلمت بالدود في المنام هو ان انت هتحقق امنية او هتحقق هدف انت عايزه، يعني هتحقق امنية وهتحقق شيء انت بتتمناه وعايزه. فلو انت رأيت ان انت معاك قفص مليان دود، او شفت الديدان بتأكل امر تكرهه، يعني يا عبدالله بتأكل امر اقرهه، بتاكل امر تكرهه، يعني حلمت مثلا ان في ديدان بتاكل اسد قدامك، او بتاكل حيوان مفترس، او شفت الديدان بتاكل شيء انت ما بتحبهوش او شيء انت بتخاف منه في الحقيقه، او شفت قفص ديدان او شفت ديدان كتير قوي قدامك من غير ما كانت بتاكل حد، بس ما كانتش على فراشك او على جسمك، لا انت شفت ديدان عادي، رؤيه الديدان الكتيره كده او الديدان بتاكل امر تكرهه من اكثر المنامات اللي بتدل على تحقق أمنية لصاحب المنام، يعني أنت هتحقق لك أمنية أو هتحقق شيء أنت بترغب فيه بشدة. يبقى إذا تاني حاجة هتحصل معاك هو تحقق الأمنية لو أنت شفت المنامات دي الخاصة بالدود. أما تالت وآخر أمر هيحصل معاك هو مرض مؤقت أو محنة مؤقتة، يعني هتصاب بأزمة أو هتصاب بمرض مؤقت. وأنت حلمت إن في دود بيخرج من جسمك، ما بيخرجش من أنفك ولا بيخرج من إيدك ولا بيخرج من أذنك، لا بيخرج من جسمك كله، ومش بيمشي على جسمك، بيخرج من جسمك. لو انت حلمت ان في دود بيخرج من جسمك، هذا المنام يدل على مرض مؤقت او محنه مؤقته، يعني هتمر بعله او هتمر بمرض بس مؤقت باذن الله تتخلص منه. او لو حلمت ان في دود دخل جسمك، يعني حلمت ان في دود دخل جسمك ما خرجش من جسمك، لا دخل جسمك، ايضا هذا المنام بيدل على محنه او ازمه مؤقته. بكده يكون التفسير خلص. اتمنى تكون استفدتوا من التفسير، ويا ريت لو حد حلم بالدود غير الاحلام دي يبقى يكتب لي في التعليقات، وانا باذن الله قدر استطاعتي هحاول ارد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.